بعد أن فشلت كل الجهود الدولية والقرارات الأممية في وضع حد لحالة الفوضى وانتشار الإرهاب في ليبيا، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إسقاط اتفاق السخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب كما قال. حفتر اعتبر أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتعهد بالعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. أيها الليبيون الأحرار، نحيي فيكم التحامكم بقواتكم المسلحة ومساندتكم لها وتجديد ثقتكم في قيادتها وضباطها وجنودها، وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب. وما كان لها أن تحقق هذه الانتصارات لولا دعم الشعب لها، وما كان لهذه الثقة أن تترسخ في وجدان الليبيين لولا تضحيات ضباطكم وجنودكم بأرواحهم ودماءهم من أجل سلامة الوطن، ومن أجل أن يعيش الليبيون أحرارا فوق أرضهم. أيها الليبيون الأحرار، لقد تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة. وفي الوقت الذي نعبر فيه عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات، نعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات أمام الله وأمام شعبنا وأمام الضمير والتاريخ، وأننا سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها بإذن الله. وندعو الله أن يوفقنا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي معنا من باريس خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي الدكتور حسان القبي، ومعنا من القاهرة عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي الليبي عبد الحكيم معطوق. مرحبا بضيفي. دكتور حسان مساء الخير، كل عام وأنت بخير. إعلان لافت للمشير خليفة حفتر، ما الذي يعنيه عمليا على أرض الواقع، وما الذي نتوقع من ردود فعل سواء داخليا أو خارجيا؟ أستاذ مهند، تحية إليك ومن خلالك إلى كل فريق العمل بسكاي نيوز. تقبل الله صيامكم وصالح أعمالكم، رمضان كريم إلى الجميع. إعلان 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 من طرف المشير خليفة حفتر يعني بصريح العبارة أنه لا مجال حتى المستقبل القريب والمتوسط لأي قنوات سياسية بين الجيش الوطني الليبي
وحكومة الوفاق التي تستنجد بالميليشيات وتستنجد بالمرتزقة التي يحاولها أمام كل أنظار العالم النظام التركي، النظام التركي السفاح من أجل إراقة دماء الليبيين أكثر وأكثر، في ظل كل مجتمع دولي يحاول وجود حل سياسي بين الطرفين، ولكن يستغل النظام التركي انشغال العالم بجائحة كورونا اليوم، ويمرر امدادات عسكرية ومالية هامة جدا مع تسهيل انتقال المرتزقة أمام أنظار كل العالم. كل العالم يتفرج ولا أحد يحرك ساكنا. نعرف أن كلا الطرفين ذهب إلى باريس، ذهب إلى روما، إلى موسكو، يعني داروا تقريبا كل عواصم العالم، وحتى اللقاء الأخير في برلين الذي قلنا منذ اليوم الأول أن اجتماع برلين هو اجتماع فاشل وسقوط ضمني لاتفاق الصخيرات. اليوم يسقط هذا الاتفاق بصريح العبارة كما صرح بذلك المشير خليفة حفتر. نعرف جيدا أن حتى نذكر ما هو اتفاق الصخيرات الذي يتكون من 67 مادة أساسية وزعت على 9 فصول، مجلس رئاسي مشترك، الأمور السياسية لحكومة الوفاق، الأمور العسكرية للجيش الوطني الليبي. ومن نعتقد حقيقة نحن هنا في باريس ما نتابع ونلاحظه أن من أهم بنود الاتفاق هو تحييد هذه الميليشيات التي ضاق ذرعا المواطن الليبي من تسلطها ومن كل ما تفعله في مدينة طرابلس خاصة. يعني لم تستجب حكومة الوفاق، اتبعت دائما سياسة الهروب إلى الأمام. آخر ما ممكن القطرة التي أفاضت الكأس ذلك الاتفاق الغريب الذي لم نفهمه برسوم حدود بحرية وهمية مع الجانب التركي. سوف نتقدم أكثر ربما حتى هنا في أوروبا، ربما الكل منشغل الآن بجائحة كورونا، ولكن سوف تكون لها تداعيات خطيرة جدا على أرض الواقع. طيب أستاذ عبد الحكيم مساء الخير، مرحبا بك معنا أيضا، كل عام وأنت بخير. قرار المشير حفتر على الأقل، يعني النظرة الأولى لهذا القرار وهذا الموقف، تعني ليس فقط إسقاط اتفاق الصخيرات، ولكن ضمنيا أيضا إسقاط البرلمان في طبرق، إسقاط المجلس الرئاسي، إسقاط مجلس الدولة، تغيير كل اللعبة السياسية الموجودة بقواعدها الحالية. ما رأيك في ذلك؟ رمضان كريم أخي مهند لك ولضيفك ولمشاهدي سكاينيو العرب. حقيقة كان هناك كلمتين للقائد الجيش، الكلمة الأولى يعني طلب فيها تفويض، يعني من تراه الجماهير الليبية مناسبا لأن يمسك بزمام المرحلة المقبلة. يعني هو يتحدث عن مؤسسة، يعني مؤسسة بكل تأكيد هي المؤسسة العسكرية الطرف الأقوى. اليوم المشير يعني بعد سلسلة من المظاهرات التي تابعناها ومن المناشدات قال بأنني قبلت هذا التكليف أو بمهمة قيادة المرحلة المقبلة. بين الزمنين يعني يجب أن يكون هناك إلحاق لهذا الإعلان الثاني المتمثل في استعداد القيادة العسكرية على قيادة المرحلة المقبلة. اللافت أنه حقيقة هناك الغرب الليبي كان لديه اعتراض كبير على الإعلانين، يعني ولم نسمع إلا من قبل مدينة ترهونة مثلا أو رجبان، يعني قبيلتين في الغرب الليبي من سرت حتى رأس الزير. هذا طبعا لا يشكل أغلبية. ثم أنه لم يعلن المشير خليفة حفتر عن آلية هذا التسلم للمرحلة المقبلة. هل هناك يعني تجهيز لإعلان دستوري جديد لحكومة أزمة؟ هل سوف يعلن حال طارئ؟ لكن أنا وفق قراءتي يا أخي مهند هو نوع من الغطاء الذي يريد أن يوفره من خلال رغبة الليبيين في أن يوصلوا رسالة للمجتمع الدولي بأن هذا المجلس الذي رشع عن اتفاق الصخيرات وحكومته واللذان لم يضمنا في الإعلان الدستوري ولم تنم الحكومة ثقة الليبيين، وهذا الهدر بالمال العام وهذه التفاهمات التي جاءت رغم إرادة الليبيين أصبحت لم تعد سبيلا للوفاق بين كل الليبيين. هو غطاء لاستكمال العملية السياسية. طيب ولكن أستاذ عبد الحكيم العملية العسكرية ولكن أستاذ عبد الحكيم وأيضا الدكتور حسان، كان هناك موقف مشابه للمشير خليفة حفتر في ديسمبر 2017، موقف تقريبا يعني شبيه بشكل كبير، خطاب متلفز في تاريخ 17 كانون الأول ديسمبر عام 2017، قال المشير حفتر هذا الخطاب يعتبر منعطفا تاريخيا خطيرا،
إذ تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها. إذن الموقف ليس جديدا، ربما طريقة الإخراج مختلفة هذه المرة، ولكن موقف المشير حفتر من هذا الاتفاق معروفة. ما رأيك في ذلك أستاذ عبد الحكيم؟ يعني هل نتوقع نفس الشيء، نفس ردود الفعل؟ ما رأيك؟ هو حقيقة في رد فعل أمريكي. نعم، هلا سنأتي إلى هذا الرد بعد قليل، لأنه كان هناك موقف من السفارة الأمريكية في ليبيا. بس أود أن أسألك عن أنه الموقف الآن يشبه موقف اتخذ المشير خليفة حفتر في ديسمبر 2017. إيه شوف، بس المعطيات مختلفة أخي مهند، الظروف اختلفت. الآن حقيقة أنا يعني أنا أريد أن أحلل يعني الموقف، لا أريد أن يعني أظهر نفسي في بمظهر منحاز. أنا حقيقة مع أن تكون هناك مرجعية جديدة، لأن مثل ما حكيت لحضرتك لو تصبر أراء كل الليبيين الآن سواء في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب يضاقوا درعا بمجلس رئاسي لم يغطي جغرافية ليبيا، ولا حكومة يعني التفتت إلى الحد المنطقي من الخدمات التي يجب أن تتوفر لجموع الليبيين. يعني هذين مبحثين مهمين جدا بالنسبة أن يوافق الليبيين على قيادة جديدة. ولكن أنا في تقديري هذه المرة الإعلان جاء في توقيت مختلف، لجهة أنه قوات الجيش الليبي هي في طرابلس، هي في عدة محاور من طرابلس، والذي زاد عزز من موقف المشير بأن يطلب. طبعا أنا مثل ما قلت لك أخي مهند، هو حقيقة طلب تفويض مؤسسة، ولكن ربما تلقفتها كثير من المنصات الاجتماعية والإخوية في ليبيا لأنه يريد أن يطلب تفويض الجيش، وهذا الذي حصل وتبناه اليوم بشكل عالمي. طيب، هو يعني ما تبقى من كيلومترات يريد أن يبحث لها عن غطاء شعبي، بما أنني دخلت إلى طرابلس وسوف أقطعن، ربما أدخل من خلال ضمانات دولية في مفاوضات بغية خروج هذا المجلس من طرابلس دون أن ندخل معه في مواجهة عسكرية. ولكن فيما يتعلق بملاحقة الجماعات التكفيرية والأخرى خارج عن القانون، هو هذا الصميم ما يهدف إليه المشير حفتر من خلال حملات العسكرية التي انطلقت منذ 5 سنوات. طيب دكتور حسان، أود أن أسمع أيضا تعليقك على إذا كان هذا الموقف جديد بالنسبة للمشير، لأنه موقفه معروف من اتفاق الصحيرات منذ فترة طويلة. المسألة الأخرى، دعنا نتابع رد فعل الولايات المتحدة على الأقل عن طريق سفارتها في ليبيا هذا المساء على موقع تويتر. السفارة الأمريكية في ليبيا تقول: تأسف الولايات المتحدة لاقتراح قائد القوات المسلحة العربية الليبية حفتر بأن التغييرات في الهيكل السياسي في ليبيا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب، وتكرر الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية. هذا هو موقف السفارة الأمريكية في ليبيا كما جاء في تغريدة على موقع تويتر. تعليق دكتور حسان على هذه المسألة وعلى موقف المشير حفتر بشكل عام من اتفاق الصخيرات مقارنة مع ما كان موقفه عليه في ديسمبر 2017. يعني لو سمحت أستاذ مهند، نبدأ بالقسم الثاني، الموقف بين ماذا تغير بين 2017 و2020. بين 2017 و2020 يعني الجيش الليبي، دعنا نقول أن انتشار الجيش الليبي تقريبا 80 أو حتى 90% من كل الأراضي الليبية، ولم تبقى إلا يعني هو اليوم على مشارف طرابلس. ونعتقد حقيقة المتابعة اليوم أن بالنسبة لمسألة اقتحام طرابلس ربما قد يقدم عليها، والتي تأخرت قليلا حتى استراتيجيا وتكتيكيا، وهذا ما أكده العديد من الخبراء العسكريين. ربما كان حقنا لدماء الليبيين، محافظة على البنية التحتية، يعني الذهاب قدما من أجل استنفاذ كل الحلول السياسية، ولكن اليوم أعتقد لم يبقى عليه إلا هذا الخيار الاستراتيجي والتكتيكي. إضافة إلى ذلك أن في 2017 لم تكن هناك تواجدا لميليشيات سوريا يرحلها نظام أردوغان من سوريا نحو ليبيا. اليوم هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي، ليس الليبي فقط، يهدد الأمن القومي لكامل منطقة شمال إفريقيا، ليس للمستوى الليبي فقط. هذه النقطة الأولى. وأريد أذكر أن كذلك من أولى العواصم التي نبهت تقريبا منذ سنة تصريح شهير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي نبه فيه أن المنتسبي تنظيم داعش ينتقلون من إدلب نحو درنة الليبية، وشيئا فشيئا حتى أصبح نشاهدهم على كل تواصل على
على كل منصات التواصل الاجتماعي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن حتى حكومة الوفاق اليوم لم تعد مدعومة ذلك الدعم، مع كل ما تقوم به من اختراقات لهذه الاتفاقيات ليس لها كل ذلك الدعم الذي كان لها في 2017 وما يسمى بالشرعية الدولية. أعتقد أنه تراجع كذلك هذا الدعم من العديد من العواصم الأوروبية، لم يعد بذلك الدعم الذي هو اليوم في 2020. هذا بالنسبة للجزء الثاني. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، بالنسبة لتغريدة السفارة الأمريكية، يعني اليوم على أرض الواقع هناك معارك، ونعرف جيدا نحن لسنا ضد الخيار العسكري، نحن دائما ندفع إلى الحل السياسي الذي هو الأسلم، ولكن عندما يكون الصوت للمدفع والدبابة لن يكون هناك حقيقة استماع كبير إلى الأصوات السياسية والحلول الدبلوماسية. كان عليهم كذلك حتى اليوم عندما تغرد السفارة الأمريكية، كان عليهم أن حتى موقف سياسي مما يقوم به النظام التركي اليوم الذي يحاول تغيير المعادلة في ظل مسك طيب. للجيش الليبي ب 80% تقريبا أو حتى 90%، والخريطة تدل على انتشار كبير، لم تبقى في اعتقادي إلا يعني مدينة طرابلس، وأن دخل الجيش الليبي إلى الساحة الخضراء انتهى الأمر. انتهى الأمر بالنسبة للجميع. لذلك اليوم يستغل النظام التركي هذا الوقت الضائع من أجل محاولة لتغيير المعادلة على أرض الواقع، لأن على أرض الواقع هناك حرب، هناك قتال، هناك صوت الرصاص الذي يعلو على كل الأصوات. طيب أستاذ عبد الحكيم، أود أن أسمع رأيك أيضا في موقف السفارة الأمريكية، وإذا كان هذا الموقف يعني ستتبع مواقف دولية أخرى. حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا اليوم من المجتمع الدولي، هل نتوقع مواقف مشابهة من الدول الغربية على غرار الموقف الذي صدر عن السفارة الأمريكية في ليبيا؟ هو حقيقة أخي مهند، موقف السفارة الأمريكية والموقف الأمريكي من خلال السفارة الأمريكية جاء في صيغة تساؤل مثل ما حكيت لحضرتك، وكأني بالأمريكان يريدون أن يعرفوا ما هي النكست ستيب، ما هي الخطوة. لأنهم لا، هو مش تساؤل صاحب، هو أسف. يعني أول كلمة بدأت فيها التغريدة تأسف الولايات المتحدة إلى آخره، وتقول إنه هذا يعني عمل أحادي الجانب، وتكرر الدعوة طبعا إلى وقف الأعمال العدائية. فهو عبارة عن يعني عن أسف، واعتبرته عمل أحادي الجانب. يعني we are very sorry، إذا تعرف شو معنى we are very sorry، يعني هي اللغة الناعمة، اللغة الحنينة، يعني هي regret يعني. الكلمة بالإنجليزي regret التي وردت في التغريدة، وتقريبا نفس يعني الشيء. يعني لا تعكس موقف حاد، هذا من جهة. ثم هي تنتظر إذا ما كان هناك آلية لهذا الانتقال، وما مصير مثل ما حكيت حضرتك أنت في بداية البرنامج عن تلك الأجسام، سواء الرسمية المعترف فيها أو الغير معترف فيها. هناك جسم آخر موازي، هناك حكومة مؤقتة أو حكومة يسموها الحكومة الليبية. لكن دعني أعلق على نقطة مهمة جدا. المجتمع الدولي أخي مهند في ظل هذا الانقسام وهذا التشظي وهذه التداعيات الكبيرة مثل ما تفضل ضيفنا يعني، وهذا الانعكاس المرعب على الأمن القومي الليبي العربي بناحية تدفق السلاح والمقاتلين لما هناك، المجتمع الدولي لم يعد بمقدوره أن يتخذ قرارا آخرا يلغي القرار الأول الذي حصن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. هو يحتاج على صيغة، يبحث عن صيغة أخرى لكيفية رفع الغطاء أو رفع الشرعية. أكيد يعني مش يعني هذا الانقسام الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة غسان سلام، هذا ما نعاني منه حقيقة. هم يدركون طبعا تقرير الخبراء، حتى آخر تقرير الخبراء التابعة للمتحدة والتي تهتم بالشأن الليبي قالت لأن مسألة أن هناك سودانيين أو جنجويد يقاتلون إلى جانب الجيش الليبي غير دقيقة وليست موجودة. يعني هناك تقارير سبقتها يعني وصفت أو أدانت كثير من ممارسات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق، فبالتالي هم يبحثون عن مخرج حقيقة، لأن هذا الانقسام طرف يريد أن يبقي لأنها مستفيد، وأنت تعرف لعبة الأمم والمصالح وإلى ما هنالك، ولكن أطراف كثيرة لا تريد على لهذا المجلس. كيف السبيل إلى رفع الغطاء؟ بحث عن صيغة أخرى، ربما وجدوا في الجيش الليبي
أن يكمل مهمتها العسكرية شريطة أن يظهر للعالم أو يوضع للعالم خريطة الطريق، يعني هل هناك مجلس عسكري أو مجلس عسكري مدني، هل هناك كيف السبيل إلى الاعتراف بجسم يملأ فراغ تماما. وهذه مسألة مهمة، مسألة الآلية أو خريطة الطريق التي أشرت إليها أستاذ عبد الحكيم. دعنا نسمع من الدكتور حسان إلى ربما تعليق أو رأي في هذا الموضوع. يعني المشير حفتر لم يعلن عن أي تفاصيل، هو مجرد موقف من هذا الاتفاق، ولكنه موقف يترتب عليه إنهاء كل هذه الكيانات أو الأجسام الموجودة التي أشرنا إليها، البرلمان في طبرق، الحكومة المؤقتة، حكومة الوفاق، مجلس الدولة إلى آخره. معناته يجب أن يكون هناك شيء بديل، شيء رديف. لم يعلن المشير حفتر عن أي شيء من هذا النوع، ما الذي نتوقعه؟ يعني هو في إعلانه مما نفهمه من الكلمة التي استمعنا إليها أنه قبل قيادة البلاد، ولكن كيف سوف يقود؟ هل من خلال مجلس عسكري كامل، تكوين مجلس عسكري لقيادة، مجلس عسكري قيادي، أو مثلا مثل ما حدث في السودان، يعني مجلس يكون 50-50، 50 عسكري 50 مدني، والمضي قدما في عملية سياسية انتقالية جديدة، ربما جديدة، عملية انتقالية جديدة قد أقول قد ممكن قد ترضي سواء الطرف الأمريكي أو حتى كل المجتمع الدولي، إن تقدم حلول ملموسة أو خارطة طريق مستقبلية على المدى المتوسط والقريب قد ترضي من أجل عملية سياسية تنهي هذا طبعا الصراع. طبعا الفرق الأساسي بين الوضع الليبي والحالة السودانية من أطول حرب هو أنه في ليبيا هناك الآلاف، عشرات الآلاف من الميليشيات، عشرات الآلاف من المسلحين، البلاد مدججة بالسلاح. هذه الحالة لم تكن موجودة في الوضع السوداني. صحيح، ولذلك قلنا أن المجتمع الدولي اليوم يجد نفسه ضعيفا، من أجل دعم حكومة الوفاق التي في اعتقادي الشخصي، وهذا يلزمني شخصيا، يعني فقدت أي شرعية ما دامت تستنجد بالميليشيات، وخاصة تلك الميليشيات التي نشاهدها يعني تعبر من سوريا نحو ليبيا. حتى أن دعني أعود ربما إلى ليبيا التي تقع على الحدود مثلا تونس ومصر، والتصريح الشهير لوزير الدفاع التونسي الذي قال عند في أزمة مرور التونسيين بين العالقين في الحدود الليبية التونسية، قال بصريح العبارة نحن نتعامل مع ميليشيات إرهابية مسجلا صوتا وصورة. ربما كذلك الوضع السياسي الجديد الذي تغير في تونس مع وصول كذلك عودة الإسلاميين للحكم ومحاولة السيطرة ومحاولة كذلك دعم الميليشيات الإرهابية، كل هذا يجعل حتى المجتمع الدولي، لأن الأمور بين 2017 و2020 تغيرت كثيرا، عليهم أن يفكروا كذلك كثيرا في مدى شرعية حكومة الوفاق التي تستنجد كما ذكرت أستاذ مهند بالميليشيات الإرهابية. والكل في ليبيا، أقول الكل خاصة سكان مدينة طرابلس، ونحن نتحدث مع أهلنا في ليبيا، يعني من فترة إلى فترة ذاقوا ذرعا بتسلط هذه الميليشيات. يعني ولذلك يمكن إيجاد خارطة سياسية جديدة على المدى القريب والمتوسط من أجل إعطاء يعني وضوح في الصورة المستقبلية، ربما يجعل المجتمع الدولي يفكر جيدا قبل إعطاء أي مساندة لهذا الطرف أو ذاك. أستاذ عبد الحكيم، يعني على ذكر الوضوح في الصورة، يعني ألم يكن الأفضل أن تتم هذه الخطوة بعد تحرير العاصمة طرابلس وإنهاء هذه العملية العسكرية التي طال أمدها؟ الآن نتحدث عن 13 شهر تقريبا مش هيك على بدء عملية طرابلس، ألم يكن الأفضل الانتهاء من هذه الأعمال الميدانية ومن ثم اتخاذ موقف من هذا النوع؟ شوف أخي مهند، أنا لا أتصور بأن المشير خليفة حفتر يقدم على هذه الخطوة دون أن تكون هناك مشاورات سبقتها بكل تأكيد، لأن هون لديه شركاء في هذه العملية. الشأن الليبي لا يعني الليبيين فقط، هو شأن عربي، شأن إقليمي، شأن دولي، قضية مدولة يعني. وهذا الرجل يعني تحمل مسؤولية أن يخوض هذه الحرب التي طالت حقيقة، ودعم كان صريح من أشقاء وأصدقاء، يعني لا 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 ليس خافيا على أحد. لكن مسألة التقديم، هو حقيقة تعطل عندما دخلت على خط الأزمة روسيا وأوقفت القتال، كان قاب قوسين أو أدنى من أن يسيطر على العاصمة، ما حدا بالسراج
ومن معه الى ان يركضون الى انقره ويوقعون تلك المذكره. يعني انت تعرف المذكره هي التي اخرت الحسم كثيرا باستجلاب اسلحه. ودائما يردد اردوغان هذا الكلام، يقول انا اتعامل مع حكومه معترف بها، وهو من الناحيه التنظيميه السياسيه محق. يعني الرجل يتعامل مع الحكومه معترف بها، المجتمع ماذا تفعل في شعبه هذا ليس شانه. ولديه احلام ولديه اطماع ولديه تفاهمات ولديه استراتيجية يشتغل من خلالها، هناك جسم معترف به ويتعاطى معه. فمسألة التقديم والتأخير هذه لم تعد يعني تخدم المشير، لأن حضرتك أشرت إلى جزئية مهمة وهي أن أمد الأزمة طال، والحرب أيضا تعرف الحرب تلت أخرى، وهناك حقيقة انعكاس يعني نفسي واجتماعي على سكان العاصمة. هناك مهجرين، هناك نازحين، الحياة معطلة تماما. يعني هناك مطالبات حقيقية بأن تحسم المعركة أو ندخل في جولة تفاوض جديدة. يبدو أن المشاورات التي تمت بين المشير وشركائه وربما مستشاري دفعته إلى وأيضا إمكانياته على الأرض يعني. والتقط أيضا مهند إشارتين مهمتين. الإشارة الأولى وهي أن ستيفن يونيم تحدثت عن صبراتة وسرمان بأنه ليس نصرا عسكريا. هناك جماعات تكفيرية وأخرى خارج عن القانون ارتكبت يعني فضائع في الحق الإنساني. هذا قد يكون مرتب له مطلقا. خليفة حتى ربما سحب قواته من هناك حتى يورط المجلس الرئاسي وجماعته ويظهر للعالم بأن من خرجوا من سجن سرمان هم مهربي البشر وهم مجلس شورى بنغازي وغيره. الإشارة الثانية هي انكسار الموج على جبال ترهونة. نحن كنا تحدثنا أخي مهند من الأسبوع كيف كان التحضير لمعركة ترهونة، والإنفوغرافيك الآن خرج والأناضول تحدث عنه، والمخابرات التركية إذا تتحدث حتى عن رغبة في استخدام طائرات شحن وF-16 وطائرات مزودة بالوقود. طبعا هذه رواية يطول الحديث فيها لأن الجزئية هذه لم تكتمل لجهة منعها، لكن فيما تبقى من طائرات بركدار أو مقاتلين بلغوا بالمئات أو سلاح كان متوفر. كانت العملية من 7 محاور، كانوا يتصورون أن بسقوط ترهونة كمعقل للمقاتلين الموالين للجيش الليبي وخزان بشري وترسانة سلاح سوف يتم إسقاط كل الغرب الليبي والاستعداد لمعركة الشرق الليبي. عندما تكسرت هذه الموجة طبعا لا التقط السيد المشير وقيادة الجيش الأنفاس ويعتبروا أن ضروري من حسم المعركة في طرابلس حيث بس المعركة لم تحسم. يا أستاذ عبد الحكيم المعركة لم تحسم واضح، يعني لا أريد الخوض في الأسباب، ولكن ما نعرفه على الأقل ما هو واضح أنه المعركة الآن بقالها سنة وشهر أو أكثر بقليل ولم تحسب، وبالتالي الأمور الميدانية يعني متغيرة إلى حد كبير. تدخل تركي، ميليشيات ومتشددين من سوريا، هناك الكثير من المتغيرات في الوضع الميداني، وبالتالي مسألة الحسم الميداني من أي طرف يعني واضح أنها مسألة غير ممكنة في هذه الظروف. أنا أتصور بأن يبدو هناك ترتيب لمسألة الدخول فقط، لكن طبعا عندما تسمع للرأي الآخر رأي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمنصات الإعلامية المختلفة حتى العربية منها يقولوا أنك نحن يعني جاهزون للتصدي ونطالب في أكثر من مرة أن تعود قوات الجيش من حيث أتت. تلك الكليشيهات التي نسمعها، ولكن عندما تتواصل مع يعني تصبر آراء الناس في طرابلس، الجيش داخل طرابلس يعني لا يفصل من أكثر من نحو. أنا حقيقة السؤال الذي نفسك صحفي لما جدناه إجابة، ولماذا لم يدخل الجيش؟ أما يكون هناك تكتيكا معينا أو يكون هناك توقيتا معينا لهذا الدخول، وأنا في تقديري أن توقيت الدخول قد حان. طيب في الوقت المتبقي دكتور حسان وأيضا أستاذ عبد الحكيم باختصار، هل هذا يعني هذا الموقف الجديد من المشير حفتر بأنه أيضا كل المسائل المتعلقة بمخرجات برلين والموقف الدولي أيضا أصبحت وراءنا ولا معنى لها؟ دكتور حسان. يعني سقطت كل الاتفاقات السياسيه في الماء اليوم بسقوط اتفاق الصخيرات. لم يعد بين ممكن الجيش الوطني الليبي بقياده مشير خليفه حفتر وحكومه الوفاق المدعومه بميليشيات ارهابيه
أي ما قيد يربطهم فقط. أنا في اعتقادي الشخصي أن اليوم الرسالة موجهة، رسالة مشير خليفة حفتر موجهة بالأساس إلى سكان مدينة طرابلس، عليهم حقيقة حتى لا تدخل مدينة طرابلس في بحر من الدماء وفي الاقتتال، كما قال سيدك الكريم ضيفك الكريم، يعني لا يفهم لماذا لم يدخل المشير خليفة حفتر. أنا قلت من أول حصة، أولا لحقل الدماء، ثانيا الحفاظ على البنية التحتية لمدينة طرابلس، ولكن على سكان مدينة طرابلس طيب. أن يتلقوا الرسالة الإيجابية وأن يغيروا من معطيات الأحداث على أرض الواقع حتى تنتهي هذه الحرب وتدخل ليبيا في مرحلة جديدة من أجل البناء ومن أجل التطوير ومن أجل التقدم. في أقل من دقيقة أستاذ الحكيم، مسألة مخرجات برلين والمواقف الدولية كيف تتأثر بهذا الموقف الجديد؟ أنا في انتظار ما سوف يلحق تصريح السفارة الأمريكية. نحن بانتظار الموقف الدولي، مثل ما حكينا كمجتمع دولي ليس بمقدوره أن يجتمع في هذه الظروف، لا السياسية ولا الأمنية ولا الجائحة تسمح بالاجتماع طبعا. لكن إذا لحق الموقف الدولي مواقف أخرى بنفس الوتيرة أو بأقوى، ربما تكون هناك صياغة جديدة للمشهد. أما إذا التعليقات كانت بهذا الشكل أنهم يأسفون، يبدو أن هناك على الأقل إن لم يكن هناك ضوء أخضر فهناك ضوء برتقالي، وهذا الضوء البرتقالي سوف يتحول. اعتبرت الموقف الأمريكي ضوء برتقالي؟ اعتبرته ضوء برتقالي بصراحة. ليس هذا هو الموقف الأمريكي الحاد الذي عهدناه، سواء من خلال الإدارة الأمريكية أو من خلال خارجية أو حتى من خلال مندوبته ستيفاني ويليامز، لم تعلق حتى اللحظة. الموضوع مضى عليه 72 ساعة ولم نسمع ستيفاني ويليامز، معنى ذلك أن هناك غض طرف على الذي يجري أو الذي يحضر له من دخول العصر. على كل حال سننتظر الساعات ربما الأيام القادمة لتتبلور معها المزيد من المواقف. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الحكيم معطوق، الكاتب والباحث السياسي الليبي، كان معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأشكر ضيفنا من باريس الدكتور حسان القبي، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي. شكرا لكم معنا.